بونجور بنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد البيجاما، هي دو بيجاما صراحه، خديتهم من بلانيت بيجاما بلانيت. المهم ديك الساعه في الاخر ديال الفيديو غادي نوريكم كيفاش تدخلوا لو سيت ديال هاد لا مارك هادي، ولا غادي نهضر لكم حتى على لا كاليتي ديال لي بيجاما اللي كيبيعوا. المهم هنايا جبت لكم اول بيجاما، هي 3 بياس. هادي بلو مارين وهي 3 بياس كما قلت لكم. صراحه التوب ديالها زوين بزاف ورطب بزاف، بالنسبه للو ديالها طويول ماشي قصير. فيها واحد الكتابه لوف. بالنسبه للفوق كاين هذاك دوني شيبي بلو سيال والسميطات ديالو بلو مارين. وبالنسبه للو بونطالون حتى هو ميم كولور، وصراحه التوب ديالو صراحه انا عجبني بزاف، صراحه رطيط بزاف وكذلك 100% كوتون. هنايا دست لكم البيجامه الثانيه، هذه ديجا يوتيليزي داكشي علاش ما جبتهاش لكم من البلاستيك ديالها. هنا كنوريكم لو بونطالون، هذه راهي كتبان غوج ولكن في لا رياليتي راهي غوز انديان، والكتابه ديالها غوز بارد. عندنا لو او ديالها فيها مخدومه بصديفات وفيها الجيب في الجنب. هنا كنوريكم انها كتجي طويله حتى هي راها بالطوني ديالها وبلو بونطالون ديالها. واهم حاجه صراحه اللي عجبتني بصراحه في هاد لو سيت هذا لا كاليتي ديال التوب، زويونه بزاف ومبرده فريمون. بالنسبه للسيت اللي هو بيجاما بلانيت بوامو اللي بغى ياخذ اي حاجه، وبالنسبه للثمن جاتني انا 228 درهم بلس ليفغيزون. وهنا نقول لكم مع السلامه.